السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على تسميد البازلاء وأفضل سماد ممكن نستخدمه للبازلاء. طبعا البازلاء تحتاج إلى تسميد منتظم حتى نعزز نموها ونعزز إنتاجها الجيد. واليوم راح نتكلم على أهم المعلومات وأفضل أنواع السماد ممكن تستخدمه. طبعا يوجد هناك يعني 4 أنواع من الأسمدة ممكن تستخدموا واحد من عندهم. راح نعطيكم إن شاء الله معلومات عن كل نوع وعن مميزاته، وأيضا ممكن تختارون نوع واحد وتعتمدون عليه فترات معينة من مراحل البازلاء. أول نوع هو السماد العضوي. طبعا السماد العضوي هو دائما خيار ممتاز لتغذية النباتات، بالذات البازلاء. ممكن أنه تستخدمونه في المنزل مثل مخلفات النباتات المتحللة، ممكن تستخدمون سماد الحمام، السماد العضوي المتاح في الأسواق أيضا يكون خيار جيد. أما عن السماد النوع الثاني وهو السماد النيتروجيني، مهم جدا للبازلاء، لأنه البازلاء تحتاج إلى كمية كبيرة من النيتروجين حتى تتطور أوراقها وتنمو بشكل جيد، وبالذات يتطور النمو الخضري عندها. ممكن أيضا تستخدمون سماد النيتروجين الطبيعي مثل السماد الدجاجي أو سماد البقر المخصب. النوع الثاني هو النوع الثالث هو سماد الفوسفوري والبوتاسيوم. طبعا يعتبر الفوسفور والبوتاسيوم معادن مهمة جدا لنمو البازلاء وتطوير الثمار. ممكن تستخدمون السماد الفوسفوري والبوتاسيوم لمساعدة البازلاء على النمو، وتستخدموها وفقا لتوصيات الشركة المصنعة. أما عن السماد الأخير الرابع وهو السماد القوائمي، ممكن أنه تستخدمون السماد القوائمي العالي الجودة مخصص للنباتات الخضراء، ويحتوي هذا النوع من السماد على تركيبة متوازنة من المغذيات اللي تدعم نمو البازلاء بشكل جيد. أما عن برنامج التسميد لنبات البازلاء، فينصح بتطبيق برنامج تسميد منتظم لهذه النبتة الجميلة. ممكن أنه تطبقون سماد حوالي مرة واحدة في الأسبوع أثناء فترة النمو النشطة، وبعدين قوموا بتقليل التسميد أول ما تكون البازلاء قربت من النضوج وتكون عندها الثمار. تذكروا أنه من المهم جدا أنه تختارون السماد المناسب وتتبعون توصيات الشركة المصنعة بشأن الجرعات والتطبيق أيضا، وقوموا بتطبيق السماد على التربة بعد الري حتى تمنعون من حدوث حروق على الجذور. إذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.